مجرد يقولوا انت دارية يكون بلش الضرب يعني ببوطن العسكري طبعا على وجهي على كذا، يعني بشكل كتير قوي. غاليا دفعت مجد الشربجي ثمن حلمها بسقوط النظام في سوريا، هي التي قادت في داريا سلسلة من المظاهرات السلمية قبل أن تعتقل ويقاد زوجها إلى المصير نفسه وفي اليوم نفسه بينما كان في طريقه للبحث عنها. أنا مؤمنة جدا بالنضال السلمي وأراه هو الحل بصراحة، كان مع النظام وأرى أنه النظام هو اللي جرجر الثوار والعالم للحمل السلاح. يعني مجد أمضت 7 أشهر في سجون النظام، استغلتها لتوعية المعتقلات على حقوقهن لتخرج بعدها ضمن صفقة تبادل. أما عبد الرحمن فقضى تحت التعذيب وخرج جثة هامدة تصر هي حتى اليوم على معرفة مكان دفنها. قدرت أوصل لشخص أنه كتير علاقاته قوية مع النظام كذا، فقال لي أنه هو مستشهد من 9 شهور بالمعتقل وجاب لي اغراضه كامله. يعني انه شو هالامانه يعني اللي عندكم، انه بتاخذوا شبابنا طول وعرض بترجعوهم بظرف لاهاليهم. لم تستسلم مجد اكراما لمن قضى ووفاء لمسيره نضال طويل عمره من عمر حرب حما التي دفعت ثمنها العائله في وقتها 11 سنه هجره. كنا نضل سهرانين كل يوم لساعه 3 بالليل ننتظر الطائرات الامريكيه حتى تجي تضرب، كل يوم ننطر وننتظر انه على اساس الليله في ضربه ليله. وكنت رافضه الطلعه، انه قلت لحالي خلص انه بدي ضل قاعده لحتى احضر معركه الشام الكبرى. ولما طلع القرارات الامريكيه الروسيه وانه عفوا عن الاسد ومجرد يسلم يعني بصراحه هي كانت خيبه الامل الاولى. يمكن مش تعمل اليوم على تمكين المراه السوريه ايمانا منها بدورها في صنع التغيير وبناء الاوطان، وتستعد في مناسبة يوم المرأة العالمي لاستلام جائزة أوكسفام في واشنطن، وهي المرة الثانية التي تكرم فيها، فسبق أن سلمتها زوجة الرئيس الأمريكي ميشيل أوباما العام الماضي جائزة المرأة الشجاعة. رينا دويهي، العربية، البقاع اللبناني.